أنا اسمي نادر خليل من قرية الخاصة في فلسطين. أنا مقيم في ألمانيا منذ 40 عاما. التحقت في العمل السياسي سنة 2000، انتخبت إلى المجلس البلدي في نيوكيرن في برلين سنة 2006، رشحت إلى البرلمان الألماني البوندستاغ سنة 2009، وكان يهدف عملي السياسي إلى إدماج الجالية في المجتمع الألماني. في العمل السياسي في بلدية نيوكيرن التحقت في لجنة الشباب، لجنة الشؤون الاجتماعية. في هذا المجال نلت كثير من الأوسمة، منها وسام الاندماج من حكومة برلين، منها وسام العمل التطوعي والاندماج من بلدية نيوكيرن. هذه الأوسمة كانت حقيقة هي يعني تاج لعمل السياسي الذي قمت به في برلين. سوافير كيفكم؟ كيف الشغل؟ كيف أحوالكم؟ طبعاً المشروع جهزته أنا وليلى. أسست مع عدد من الشخصيات المركز العربي الألماني في سنة 2008. نحن نقوم بالاستشارات في عدد كبير من المجالات للجالية العربية في برلين. نحن طبعا لدينا أعداد وأحصائيات سنوية. في سنة 2019 قدمنا 17,000 استشارة، هذا إقبال كبير جدا على المركز. طبعا هناك خدمات أخرى للجالية لتأسيس الجمعيات، هناك لدينا الآن تأسيس المجلس الأعلى للعرب في برلين، وهذا جميع هذه الخدمات من أجل أبناء الجالية ومن أجل إدماج أبناء الجالية في هذا المجتمع.